تم زراعة 8722 هكتار، أكثر المساحة المزروعة هي في محافظة دير الزور 5946 هكتار. وضع المحصول جيد جدا هذا العام نظرا للظروف المناخية المواتية، وكان فيه هناك إصابات ولكن دون العتب الاقتصادي. تم إطلاق الأعداء الحيوية المتوفرة لدينا مجانا كنوع من دعم للأخ الفلاح. تم تجهيز والتحضير من قبل المحالج على مستوى القطر للمحالج العاملة في حلب محلج تشرين، عنا في حماة 4 محالج عاملة، وفي حمص محلج الوليد، في دير الزور عنا محلج دير الزور القديم مركز تجميع، وفي الرقة مركز السبخة كمركز تجميع. تم تأمين كافة الشلول القطني عبر أفرع المصارف الزراعية المنتشرة عبر القطر بسعر الرائد، تمهيدا لتسويق هذا المحصول إلى المحالج العاملة في القطر. المنطقة السفيري منطقة تمتاز بخبرة مزارعينا خاصة في زراعة القطن، حيث كانت تزرع قبل الحرب الإرهابية على سوريا حوالي 3000 هكتار. هذه السنة تم زراعة حوالي 252 هكتار في محصول القطن، والمحصول بحالة جيدة. نحن تابعنا زراعة القطن من البداية وبجولات مكثفة، وعندما ظهرت بعض الآفات الحشرية دون العتبة الاقتصادية قمنا بتوزيع الأعداء الحيوية. أتمنى دعم لأخ المزارع ببذار محسن ونوعية جيدة مقاومة للظروف. زارع ما يقارب 4 هكتارات قطن، قمنا بالزراعة بمنتصف الشهر الرابع وتابعنا زراعته لحد هذا الوقت من بخ وسقاية وأسمدة. الإنتاج تقريبا حول 3 طونات للهكتار الواحد. مساحة المزروعة من محصول القطن عندي 4 هكتارات. موسم القطن الحمد لله موسم جيد الحمد لله، وقمنا بدعم الموسم بالأسمدة من بذور من أدوية، والحمد لله ناتج القطن يعني معدل 3 طونات للهكتار الواحد. نطالب الجهات المعنية بدعم المزارع بالأسمدة.